مرحبا. اليوم الحديث عن الديمقراطية في إسرائيل، الخلاف السياسي اللي صاير والمظاهرات والتغييرات عم تعكس شيء واقع حقيقي، يعني حراك داخل المجتمع الإسرائيلي، يعني فينا نسميه الربيع الإسرائيلي. الحقيقة يعني صديقي المعارض المصري محمد سعد خير الله كتب بوست على الفيس، يعني بالعربي كتبه طبعا، وجهه للمجتمع الإسرائيلي، قال فيه إنه إلى قادة الحراك في إسرائيل، متى سيتم تأطير الحراك في وعاء سياسي واحد؟ في البداية أشد على أيديكم وأحيي نضالكم المتميز، لكن المهم أن نسأل ماذا بعد. في النهاية يوجد طريق وحيد للتغيير وهو صندوق الانتخاب. يقترب الحراك من الشهر الثامن، وهو أمر عظيم ومهم أن يبقى ويستمر بشكل أكثر إيجابية بما يحقق الأهداف المنشودة. لكن السؤال، هل تمت بداية عد العدة للانتخابات القادمة، أو الحديث بشأنها، أو مخاطبة الشارع من أجلها؟ كل الأسئلة التي أطرحها الآن لم نعيرها أي اهتمامات عندما كنا في الشوارع والميادين والأزقة المصرية أثناء ثورة يناير. كانت تمتلكنا حالة من الاستمتاع بالحلم، وعند الإفاقة اكتشفنا أن كل شيء قد انتهى، وأصبحنا نطارد سراب لا أريد أبدا أن تكونوا لاحقون به. الديمقراطية الإسرائيلية في خطر، والدولة في مرحلة فارقة، هي الأخطر منذ تأسست، والخلطة الاستبدادية التي تجهزت من النوع الشديد الخطورة، فهي تضع المختلفين في مواجهة مباشرة مع الله ومن يمثله في الأرض، وبالتالي لابد من التفكير بشكل واقعي وبطريقة عاجلة. دعونا نتخيل تيار سياسي بمسمى ما يعبر عن متن وتفاصيل الأزمة الديمقراطية، ليكن على سبيل المثال اتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة أو أي اسم آخر. مضت الخطوة الأولى لإرساء قواعد الاستبداد، وهي شل يد العدالة وتقويضها بما عرف بقانون إلغاء حجة المعقولية، والقادم صعب إن لم يتحول الحراك إلى تيار سياسي قيادته ووجوهه شاب جديد لها القدرة على الخروج من المألوف والنمطي نحو آفاق أكثر رحابة. فرويدا رويدا ستتناقص الأعداد وتمل وتشعر بالضجر، تلك طبيعة البشر والمجتمعات في ظروف مماثلة، وعندما تخف وتيرة وعزم الحراك ينتهي كل شيء لصالح من يريد أن يحول الديمقراطية إلى نظام استبدادي مستدام وحكم سيوقراطي بإسم الله. لا أريد أن أضع نفسي في خانة المنظر السياسي الذي ينصح ويرشد، كل ما في الأمر أنني رجل حرم من الديمقراطية في بلده ودفع ثمن الاستبداد وأجبر على الخروج القسري إلى دولة أخرى، ولا أريد بأي حال تكرار ما تم معي مع آخرين في دولة لي بها العديد من الأصدقاء الذين اعتادوا على استنشاق رحيق الديمقراطية. عليهم أن يتقبلوا سموم الاستبداد وكارثيته ومرارته، وفي النهاية سلام وتحية من أعماقي. طبعا هذا البوست ترجم للعبري والنشر وصار في معه تفاعل كتير وإلى آخره، إنه شلون واحد مصري عم ينصحنا نحن الإسرائيلية؟ طيب ليش عم ينصحنا؟ الدرس الأول اللي أنا تعلمته من حراك مصر في 2011 إن يعني مش لازم أبدا يكون في حالة رومانسية عاطفية مسيطرة على الجموع، لابد إن يكون في مجموعة على الأقل قادة الحراك بيتعاملوا بعقل بارد مع الأحداث وينشغلوا بالسؤال الأهم، ماذا بعد الحراك؟ لأن الحراك دائما وسيلة للتغيير وليس هدفا في حد ذاته. شريف، نحن رح نستضيف وخلي يحكي لنا وجهة نظره، بعدين انتقل لتحليل
الأزمة وعمقها ونوعها في إسرائيل. طبعا الحلقة اعتبروها حلقة طويلة، لكن حلقة نقاش هامة موجهة للشارع الإسرائيلي أولا، والفلسطيني ثانيا، والعربي ثالثا. نرحب يعني بالأخ محمد اللي التقينا فيه عبر الإنترنت، ورح نسمعه ونسأله ونسمعه وبعدين ننتقل للتحليل. تحياتي أخ محمد. تحياتي للجميع، جميع مستحياتي أستاذ محمد. نحن اليوم يعني نحكي عن حديث خاص بخص المجتمع الإسرائيلي. الأستاذ طبعا معنا غني عن التعريف، محمد سعد خير الله، يعني كاتب صحفي معارض مصري عريق مهتم بالشأن الشرق الأوسط كله. ونحن الموضوع اللي هنناقشه يعني هنناقشه من باب كواحد سوري وواحد مصري مهتمين بالشأن الإسرائيلي. هلا سؤالي الأول أستاذ محمد، إنه شو دخلنا نحن بالمجتمع الإسرائيلي؟ لو بص يا دكتور، طبعا أنا يعني متشكر جدا جدا على الدعوة الكريمة، وإحنا البيوت بتاعتنا يعني إيه العملية مشتركة، يعني بيتنا هو بيت الدكتور كمال وبيت الدكتور كمال هو بيتنا، وكله من أجل طبعا المتلقي في قلب هذا الواقع الشرق الأوسطي التعس الرديء، يعني إنه الناس بدلا من استقدام الديمقراطية من إسرائيل وإن هي تسود في البلدان العربية لا، اللي بيحصل العكس، إنه القائمين على الأمر راق ليهم ما موجود ومستقر في الدول العربية، الأنظمة الحاكمة العسكرية والمتعاونة مع الجماعات الإسلامية، وعاوزين بقى يعملوا خلطة في إسرائيل، كوليكشن غريب جدا. طبعا انت متابع ولا تنفصل لحظة عن المشهد ده، هيضع طبعا المختلفين مع الله. احنا ليه بنهتم بالواقع الاسرائيلي؟ لأسباب كتيرة. احنا بنتكلم عن الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط، الدولة اللي عشان بس نكون بنتكلم بمنتهى الوضوح اللي ليها الكثير من التدخلات والعلاقات والتواجد والتأثير على الدول العربية بطريقة أو بأخرى، اللي ليها علاقات مع القوى الكبرى، ويهم القوى الكبرى إن تكون هذه الدولة مستقرة وليست مهددة بواقع كل الخطابات اللي إحنا لو هنشوف يعني خطاب في لبنان الموجه ضدهم، وفي إيران، وفي طبعا سوريا، وإن كان ما بين هلالين سوريا دي نضع تحتها 100 ألف خط، لأن القصة كلها قصة للاستهلاك. لما تشوف الكلام ده بيحصل في مصر ونظام اقترب من نصف قرن على توقيع معاهدة سلام، وحتى الآن من 3 أيام سائحة إسرائيلية ذهبت لحضور حفل أحد مطربي الراب الأمريكي، كان عامل حفلة في مصر ودعاها راحت، وبعدين الحفلة اتلغت. فالفندق اكتشف بعد ما الحفلة اتلغت إن هي إسرائيلية، فقال لها فورا احزمي حقائبك وامشي. طبعا معروف يعني لو الناس مش فاهمة إن إدارة الفندق لا تستطيع أن تتخذ قرار في مثل هذا الموضوع دون الرجوع للسلطات الأمنية، يبقى وهمة. فبنتحدث عن دولة بتعتبر هي يعني رمان التلميذاء في الشرق الأوسط، شئنا ما بينا لازم هي دي الحقيقة ولازم نتعامل معها. ودولة بتملك من العلم والتقدم والتطور المعرفي والتقني ما يجعلها إنه تكون شريكة قوية جدا في تغيير الشرق الأوسط في حالة وجود حكومات تعبر تعبير حقيقي عن الشعوب، في حالة وجود أنظمة ديمقراطية، لأنه لا الديمقراطيات لا تتحارب أبدا، عمرنا أبدا ما شفنا ديمقراطيات بتتحارب مع بعضها البعض، عشان حاجات كتير
لازم تبقى الديمقراطية الإسرائيلية، ولابد إن إحنا ننشغل بالديمقراطية الإسرائيلية، لأنه لابد إن إحنا نعترف أيضا أن هناك دعم ولو حتى بالصمت من دولة زي كده من قبل القائمين على حكمها مع الأنظمة العسكرية المجرمة وعلى رأسهم النظام المصري. واللي مش عاجبه هذا الكلام يبقى هو منفصل عن الواقع. احنا بنتعامل مع الواقع كما هو، نريد ان نغير بلداننا بأنظمة ديمقراطية يعني يكون بها دولة الحرية والعدالة والسلام والمساواة دون عداء مع اي حد. كفاية عداء بقى، وكفاية دم، وكفاية صراعات، وكفاية اتجار منحط ورديء وصبياني من أجل مصادرة حق الشعوب في الديمقراطية، وأن البلدان تبقى بلدان بجد، لازم تبقى في قضية بتصدر، وأن هناك وحش اوعى تتحدث، اوعى تتكلم، في وحش من بعيد هيجي يعمل فينا ويسوي فينا، اسكت. ومقابل ايه يعني؟ ده مقابله ايه؟ مقابله سحق، مقابله بطش، مقابله قمع، مقابله استباحة. وصلت الاستباحة في مصر يا دكتور كمال حالياً، يعني بقت استباحة. قبل ذلك كانت الاستباحة مقابل الحد الأدنى، يعني إيه؟ هو بيستبيح المواطن، بس في ديل، في عقد بينه وبين المواطن، أنا يعني هستبيح حقوقك السياسية وحقوقك المعرفية وحقك في تكوين الجمعيات والسياسة والعمل الأهلي و بس قصاد إن أنا بديك جزء بسيط يدوب يعني تشم بيه نفسك، يحقق إيه؟ وجودك كإنسان. دلوقتي في مصر النظام العسكري وصل لحاجة غريبة جدا، بقى الاستباحة مقابل ايه؟ مقابل لا شيء، نصر، مفيش حاجة. يعني المقابل بتاعها كويس ان انا سايبك تعيش، فانا عشان سايبك تعيش استبيحك واعمل اللي انا عاوزه فيه. ده مش يعني الواقع ده كله في سوريا اللي هي دولة وصلت الى نص الشعب السوري ما بين منفي وما بين قتيل وما بين مفقود وما بين في السجون، ها، والنص اللي موجود هناك. وحتى الآن رجل يخرج في القمم العربية وقال بهذا التواجد كان مبني ومنصب حوالين أنه يترأس جبهة الممانعة. يا جماعة أنا الأوامر أن الهزل ده، المسخة دي تتوقف بقى، يعني ما ينفعش، وما ينفعش الناس اللي عندها شرف ومسؤولية الكلمة تسكت على كل الكلام ده. واللي دلوقتي متخيل ان الواقع بقى واقع محدود وجغرافي وبيتعلق بالحدود الجغرافيه لوطنه، لا، يبقى ده مش عايش في كوكب الارض. خلاص نحن اصبحنا عالم واحد، عالم ما بعد الحداثه والقرن الواحد والعشرين، ده عالم واحد. انت ما تقوليش النهارده انت ليه بتتدخل في الشان الاسرائيلي، وما قلتش الكاتب رأي اسرائيلي انت ليه بتكتب في الشان المصري، وما قلتش لحد في سوريا انت ليه مهتم بقضية السلام مع الاسرائيليين يا دكتور كمال، وما قلتش بناشط اجتماعي انت ليه بتروح تحضر مؤتمرات وندوات هناك وتعبر عن كلام الاخر وتعبر عن وجهة رأي الاخر. لان خلاص احنا بقينا عالم واحد. المعلوماتية اسقطت كل الحواجز ما بين الدول وما بين بعضها البعض، وخلاص بقينا عمل واحد. بدليل ان النهاردة مشكلة بتحصل في دولة، يخرج القاتني هذه الدولة على الحاكم، الفوضى بتعم في بلد آخر وبتمتد الآخر وبتمتد الآخر. يبقى أنا هنا أصلا إما بهتم بالشأن، إما واحد إسرائيلي يهتم بالشأن المصري، ولا إما واحد سوري يهتم بالشأن الإسرائيلي، وإما يمني يهتم بالشأن العراقي، لأن كله أصبح متأثر بطريقة أو بأخرى في الكوارث اللي بتحصل. القصة بقت مفتوحة، وأن الأوان إنه يصاغ واقع جديد في قلب هذه المنطقة، ينتصر في المقام الأول والثاني والعاشر والمليون دكتور كمال، للإنسان، للبني آدم، لحقوقه المعرفية، لحقوقه في الصحة، لحقوقه في التعليم، لحقوقه في المدخول، لحقوقه أنه يبقى فيه أفق للمستقبل، ما يبقاش جاي في المستقبل في إسرائيل نتنياهو وسومتريتش وبن غفير وإيفي عوز وجايين له يعمل له يسق له مشروعات وقوانين يخرج بكرة. ده انت مين بقى؟ انا ظل الله في الارض، انت كده خلاص.
يعني هم رايحين كمان يجيبوا لهم خلطه من السواد دي، سواد السواد يعني، يعني بحجم التطور التكنولوجي والمعرفي ليهم رايحين يجيبوا خلطه ادنى بقى تتفوق على كل الخلطات الرديئه اللي احنا بنحكم من خلالها في الشرق الاوسط. عشان كده لازم اهتم ولازم انشغل ولازم اطرح، وما طرحته الايام اللي فاتت انا كنت يا دكتور كمال مذهول والله، يمكن كلمتك قلت لك معقول اللي بيحصل ده، ان انا اطرح طرح في شان الداخلي اقول لهم يا جماعه يا قاده الحراك يلا شكلوا اعملوا حاجه واحده، اتفقوا على مشروع واحد، الديمقراطيه هي عنوان، اتحدوا على شعار الديمقراطيه ويخرج وليكن الاتحاد من اجل الديمقراطيه، استغلوا 600,000 و700,000 في الشوارع وحطوهم جوه اطار سياسي، دفروهم سياسيا كده كده الصندوق هو اللي هيبقى فيصل في الاخر، تغيروا وتنتصروا. وبيقدم هناك خطاب عظيم، خطاب يعني انا بتمنى ان المكون العربي يكون عنصر اساسي، لان في مستقبل هناك في اسرائيل، في مستقبل في اسرائيل بيتم اعاده صياغته مش في اسرائيل وبس، في المنطقه كلها. فاحنا فرض ضميري علينا نكون متواجدين ونكون مؤثرين ونكون مشاركين بالراي وبالاطروحات وبالتوجهات وكل حاجه. فهمت انا انه يعني نحن مهتمين فيهم من شان يهتموا فينا، وفهمت انه في تبادل شرعيه بين الفاشيات والاستبداديات والعنصريات والعصابات ويعني وفهمت كمان انه الشيء السياسي مثل الاسلحه البيولوجيه، تضربها على عدوك بتقوم تنصاب فيها انت، بتنتشر لانه، فهيدي مشكله كبيره. بننتقل للسؤال الثاني المتعلق بهذا الموضوع، شو عندنا نقدم نحن للمجتمع الاسرائيلي، وليش نحن مهتمين بالتحولات نحو الشموليه في دوله اسرائيل؟ قبل ما نحكي على شو هي التحولات، فنحن ثلاث محاور عندنا، فيا ريت تجاوبني هلا، ليش نحن، ليش يعني شو عندنا نحن انت وانا، شو عندنا نقدم لهم، ليش نحن يعني راينا بينسمع ومهم، وهن بثقافتهم وبخبراتهم وبكذا ما عندهم تجربة مع الاستبداديات. نعم عظيم، ده سؤال عظيم جدا يا دكتور أحييك عليه، لأن هو لازم يلجأ لي، لأن أنا أحد الضحايا، لأن أنا كنت مريض، لأن أنا كنت أحد ضحايا الاستبداد والحكم السلطوي العسكري، أنت كنت أحد ضحايا الاستبداد والحكم السلطوي العسكري، إحنا الاتنين عشنا تجربة على أرض الواقع، شفنا حلم بيتسرق مننا إزاي، شفنا جميع حشود في الشوارع والميازين والأزقة والحواري كان عندها حلم عظيم جدا، كانت نفسها فقط دولتها تبقى ديمقراطية ويبقى دولة جزء حقيقي من العالم وليس بالوبال عليه. إحنا بنقول وبنتكلم وهنقول ونتكلم ونقدم اقتراحات مش منطلق إن إحنا منظرين سياسيين، ولا منطلق إن إحنا بنقعر على المجتمع الإسرائيلي، ولا بنحتكر المعرفة وهم في درجة أقل من المعرفة، لا 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 بالعكس، أنا عاوز يسمع مني لأن أنا ضحية، لأن أنا حتى الآن سهام الاستبداد ما زالت في جسدي وفي جسدك وفي أجساد كل الموجودين في المنافي، إحنا أصحاب تجربة حتى الآن المر والحنظل بتاعها موجود، طعمه لسه موجود وسيبقى وسيمتد، أثاره لم تنتهي ولن تنتهي أبدا إلا عندما تتحقق أحلامنا. وبالتالي هو لازم يسمع مني، عشان زي ما بيقولوا عندنا مثل في مصر يقول لك اسأل ولا تسأل طبيب يا دكتور كمال، أنا ما أعرفش في سوريا بيقولوه إزاي، بس فأنا حتى أظن إن الناس هناك إما اهتمت وما سمعت وما اللي أنا قلته ده الاقتراح المقدم اتعمل في برنامج إذاعة الجيش الإسرائيلي، تخيل برنامج إذاعة الجيش الإسرائيلي يجيبه خطاب واحد معارض لنظام حكم في بلده ينتقد نظام الحكم الإسرائيلي ويقولون خلي بالكم ده انتوا رايحين لدولة سيقراطية وهتعملوا وتسووا. شوف رحيق الديمقراطية يا دكتور كمان اللي الناس لابد ان هي تقدم كل ما هو غالي ونفيس من أجله، ناس بتتنفس الديمقراطية ورحقها وعبرها. أنا
لي أصدقاء كثيرين جدا هناك من أنبل وأجمل الأصدقاء، أنا أخشى عليهم أنهم يتنفسوا سهام الاستبداد ومراراته وكارثياته يا دكتور سمير. من أجل كده أنا مهتم وأنت مهتم، وأكيد هنلاقي غيرنا مهتمين كتير بعد ما عرفوا القصة، بعد ما فهموا الإتجار بالقضية، وأن كل الكلام ده الهدف منه في المقام الأخير بقاء الوضع كما هو عليه، وأنظمة استبدادية مجرمة منحطة تذهب وتسلم الراية لأجيال أخرى أكثر انحطاطا وأكثر وضاعة وأكثر إجراما وبطشا وتنكيل. بس آدي الموضوع بمنتهى الاختصار. يعني رأيك يعني أنه إسرائيل الديمقراطية ستكون أفضل كثيرا للشرق الأوسط، وإسرائيل فيها شمولية وفيها عنصرية ستكون تزيد من كوارث الشرق الأوسط، هذا شيء يعني نحن نؤمن فيه أيضا. ونحن اللي عنا أنه نحن كنا ديمقراطيات وتحولنا للاستبداد، كان عنا خبرة كيف تم تحويل الديمقراطيات للاستبداد. لهالسبب نحن عم نشعر أنه المجتمع الإسرائيلي يتجه تماما يقلد، يعني انعدى من المرض تبعنا وبدأ يقلد طريقنا، يعني الطريق اللي مشينا فيه نحن نحو الانحطاط والحروب الأهلية هن بلشوا يمشوا فيه من هلأ. ولأنه نحن بدنا شرق أوسط جديد في شرق أوسط مختلف، فبدنا يكون جارنا وشريكنا الفاعل المهم بالشرق الأوسط يعني يكون شريك للشعوب الأخرى، مثل ما حكوا بوثيقة الاستقلال اللي رح نحكي عليها. شو أنت برأيك يعني الخلل الحاصل حاليا بالنظام الإسرائيلي؟ شو الخلاف وشو نقاط الخوف على الديمقراطية اللي عم تنطرح هلأ برأيك؟ يعني والله يا دكتور كمال الموضوع أنا برأيي أنه في بعد شخصي إلى حد كبير، يعني بعد شخصي يرجع لتكوينة الرجل الأقوى داخل إسرائيل ورئيس الوزراء صاحب الرقم القياسي في يعني شغله لهذا المنصب، وأعني بنيامين نتنياهو. كأي حد يقرأ يعني قرأت العديد من التقارير التي تتحدث عن نفسية وسلوكيات هذا الرجل، وأنت رجل طبيب وتعلم هذا، نتنياهو يشعر في داخله وفي مكنونه أنه حقق انتصارات عظيمة جدا للدولة الإسرائيلية في مجالات كثيرة، المجال التواجد والتأثير والتنامي النفوذ في كل مكان في آسيا وفي أفريقيا وفي البلدان العربية، وبالتالي وطبعا غير الواقع الاقتصادي، وبالتالي شايف أنه كل ده بعد كل ده وبعد كل اللي عمله من الممكن جدا انه يلاقي نفسه المحكمة حطته جوه السجن، شأنه شأن آخرين رؤساء حكومة ورؤساء للجمهورية دخلوا السجن عادي بدون أدنى مشكلة. وبالتالي هو من كتر ما تمرس ومن كتر ما احتك ومن كتر ما درس الواقع العربي قال طيب طول ما في ديمقراطية، طول ما أنا كبنيامين نتنياهو هبقى مهدد دائما وابدا بان انا في اي لحظه ممكن اخش السجن. طب ايه الحل؟ الحل ان انا بما معي من صلاحيات اشوف مين الطيار اللي ممكن يتفق معي في اقرب لحظه على وقت الديمقراطيه والقائها في صفيحه النفايات. طبعا يعلم تماما انه لا يوجد افضل من سومترش وبن غفير و و و كل المكونات اليمينيه شديده التطرف والهزيان انه هو يتحالف معه ويكون في ديل هنتفق سويا على اني احكم ونوقد الديمقراطيه دي تماما. انتوا عاوزين ايه؟ عاوزين دوله سقراطيه، دي الحقيقه، خلاص لتكن اسرائيل دوله سقراطيه في سبيل اني انا ابقى واحكم واهيمن واسيطر، وما يبقاش في حاجه اسمها ايه لا وجع دماغ ولا ديمقراطيه ولا محاكمات ولا اي شيء. ده بيلخص عصب الازمه، ان عصب الازمه فيها جزء بعد شخصي مستحيل ان انت تغفله. يعني من رابع المستحيلات بالمنطق نتنياهو كان بيحكم وكان بيحكم اي نعم تيار يميني، ولكن كانت هناك ديمقراطية. انما عندما وجد نتنياهو نفسه انه مهدد تهديد حقيقي بالسجن في اي لحظة قال لا انا مش بعد كل اللي عملته ده بوجهة نظره الاقي نفسي موجود في السجن، يعني ايه الديمقراطية دي؟ تسحق تحت الحذاء، تضرب بالنعال في سبيل ان انا ابقى واستمر وعندي حكام اهو
اللي بيقعد 30 سنة واللي بيقعد 20 واللي بيقعد، وحاجة عظيمة جدا وبيقود الشعوب. وهنا هتلاقيه يا دكتور كمال بداية ضرب العمود الرئيسي للديمقراطية هناك، إما أنت تيجي تشوف ما يخص توجهات الائتلاف الحاكم في إسرائيل ضد المنظومة القضائية. أول مسمار ضرب فين؟ ضرب بقانون حجة المعقولية. يبنى هو عارف الخلطة زي ما انت كده عارفها بتبقى ازاي في سوريا، وزي ما انا حافظها بتبقى ازاي في مصر. قال لك ايه اللي حصل؟ بدأ سنة 69 في مصر ما عرف به مذبحة القضاء. عبد الناصر أقصى بجرة قلم 200 قاضي كانوا بيقدسوا العدل من أفضل قضاة مصر في التاريخ، قال لك يلا في صفيحة الزبالة، عشان أرسي قواعد الاستبداد لابد أن أنا أكون بتحكم كامل التحكم في القضاء. هتلاقيه عمل كده فين؟ نتنياهو في قانون حجة المعقولية. روح في المشاريع والأطروحات المقدمة من الناس اللي أنا بتحدث عنها، سوبترش وبن غفير والمجموعة دي كلها، في التعليم. إيه اللي بينتج ديمقراطية؟ إن في شعب متقد الذهن، إن في ناس بتتعلم تعليم كويس، إن في ناس بتبقى عارفة حقوقها، إن بيبقى في ناس عندها يعني إيه ثقافة الاختلاف، يعني إيه نعيش تعايش مشترك، يعني إيه نصول الحريات المدنية والحريات الفردية، يعني إيه تشكيل الجمعيات والعمل الأهلي. طب كل ده بيجي منين؟ من التعليم. اضرب كمان تاني مسمار في التعليم، رايحين متوجهين، يعني الراجل عارف إن في 7-8 مسامير، إن ضربوا خلاص القصة بقت معاه 114 وتمام التمام، وحكم نتنياهو بقى ملك متوج على عرش إسرائيل. برأيك ليش الديمقراطية الإسرائيلية غير محصنة تجاه نزعات الاستبداد؟ هل هي عدم وجود دستور؟ ما هو دور المحكمة العليا؟ يعني من سؤال إنه هل هي أعلى من الكنيسة يعني المجلس المنتخب؟ وليش بحق لها تلغي له قراراته؟ يعني هذا في شيء بالسيستم الإسرائيلي، في خلل بالسيستم الإسرائيلي. بدك توضح لنا بالضبط شو هو الخلل إذا عندك فكرة، لأنه المشاهد لازم يفهم شو المشكلة. يعني هي بقانون المعقولية إنه المحكمة العليا تلغي وتبطل قرارات كنيسة اللي هو منتخب من الشعب، كيف يعني؟ ليش ضروري في المحكمة العليا؟ نعم، تأسيس الدولة، كل القائمين أباء الأوائل لتأسيس الدولة الإسرائيلية كلهم قادمين من المجتمعات دي علمانية. فكان هناك اتفاق غير مكتوب اللي هو إن الدولة دي حاجة زي أنا بقولك صباح خير بتقولي صباح خير، مساء الخير. فهم لم يخطر على عقولهم إن يقولك إيه، لأ تعالى بقى نكتبه ده في الدستور، يكون في دستور بيقول إن صباح الخير يتقال صباح الخير ومساء الخير يتقال مساء الخير. لم يخطر على عقولهم أبدا إن يكون في يوم في الأيام يجي من يهندس حكم استبدادي ويكون حكم استبدادي مستدام. وبالتالي كانت الخطأ الكارثي عدم وجود دستور فاصل يحمي علمانية الدولة بنصوص واضحة لا تقبل الانقلاب عليها. عشان كده في طبعا يعني الرسالة أو المقترح أو الأطروحة اللي أنا تقدمت بها هناك، قلت الحراك بعد تطفيره لابد أن يعمل على أول مشروعاته. طبعا عنوان صون الديمقراطية والحفاظ عليها، أول مشروعاته دستور للدولة، دستور علماني زي أي حتة في الدنيا. ليه أنا بعمل دستور؟ لأن القصة ما بقتش زي الأمس القريب. بالأمس القريب كان كله متفق على علمانية الدولة، على أن هي جزء من أوروبا أقرب ما يكون، مش من محيطها وبعدها العربي، وبالتالي كانت في ثوابت ما بتقبلش التشكيك، كلنا خلاص. إنما النهاردة القصة اختلفت، النهاردة بقى هناك من يريدون الذهاب إلى يعني أن يكون في حكم ديني وسلطة دينية وظل الله في الأرض ورجال الله في الأرض. فاللي يتم عمله دلوقتي الدستور،
وهو ده كان المدخل الرئيسي يا دكتور اللي انت بتشير عليه ده، عدم وجود دستور هو كان المدخل الرئيسي لأطماع من يحكمون الآن لتأسيس حكم استبدادي بقى يطول بقى مستدام، يعني حاجة كده إيه على غرار. إحنا بقى لنا 72 سنة في مصر وتحكمنا جمهورية العساكر سوريا، نشوف بقى لها دي إيه حاجات بقى كده إيه بتتوارث. يعني إحنا وصلنا للنقطة الخطيرة المهمة، هي إنه النزعة الحالية اللي عم يقودها نتنياهو ستؤدي إلى يعني صراع مرير وانتقاص لحقوق ما تبقى من فلسطينيين في أرض إسرائيل، لأنه بالأصل وثيقة الاستقلال اللي هي وقعوها 37 شخصية على رأسهم بن غوريون، واللي هي تعتبر يعني هي الوثيقة الوحيدة اللي مطلوب من المحكمة العليا أنها تحكم يعني تدل متمسكة فيها كمبادئ. هلأ ليش هني ما عملوا دستور مع أنه الوثيقة نصت على أنه خلال 6 أشهر من إعلان إسرائيل يعني بتشرين الثاني عام 1948 لازم يكون في جمعية منتخبة تكتب دستور؟ دي هي دكتور، هي دي كانت الغلطة القاسمة وكان المدخل. رأيك غلطة ولا مقصودة يعني؟ لا لا ما أظنش إن هي مقصودة، هي كانت غلطة. لا أظن لأنه الدولة وقت بدهم يطلعوا بدستور ويقولوا نعترف بميثاق الأمم المتحدة ويقولوا إنه الشعب الفلسطيني له حقوق متساوية، بدهم يقولوا حدودهم حدود دولة إسرائيل شو؟ فهذا حدود دولة إسرائيل هني ما بدهم، إن كان عندهم نوايا توسعية لسبب أجلوا موضوع الدستور، بجوز لأنه صار حرب 48، لأنه صار ما بعرف. ما لا تنسى يا دكتور حرب 48 إن إحنا العرب اللي انقلبوا على قرار التقسيم ولم يذهبوا، إن القصة كانت ممكن جدا تخلص على طاولة الأمم المتحدة. لا تنسى يا دكتور كمال إن في مراحل بعد كده طبعا زي ما أنت عارف جمال عبد الناصر أفشل المشروع التاريخي لمشي شريك للسلام وقال له لأ، وتبقى المفاوضات في أروقة مغلقة ولا أحد يعلم عنها شيئا، وبالتالي أفشل هذا المشروع وامتد بقى الفشل ولحق بكل ما تم تقديمه بعد ذلك. ما بدي فوت بالصراع اللي صار لأنه بعتقد أنه عويص جدا، يعني إسرائيلية يدعي حق تاريخي وأنه هو الهولوكوست جابته، وأنه هو لأنه الأصل هيدي أرضه وهو حرق هونيك فصار له حق يطرد شعب تاني من أرضه. الفلسطيني يومتها تمسك أنه أنا ما ببقى هذا المنطق، وبالتالي كان في خلاف حقيقي يؤدي إلى حرب حقيقية، والحرب هي كملت حرب ولا عم تكمل حرب كمان بموضوع انه بدهم يعني يعملوا دولة دينية للشعب اليهودي، يعني يشطبوا حقوق العرب الموجودين عندهم حتى يعني لانه شو بتقول الوثيقة؟ بتقول وثيقة نص مهم جدا، بتقول ندعو ابناء الشعب العربي سكان دولة اسرائيل الى المحافظة على السلام والقيام بنصيبهم في اقامة الدولة على اساس المساواة التامة والتمثيل المناسب في جميع مؤسساتها المؤقتة والدائمة. إننا نمد يد السلام لجميع البلدان المجاورة وشعوبها، ودولة إسرائيل مستعدة لأن تساهم بنصيبها في مجهود مشترك لارتقاء الشرق الأوسط بأسره. يعني طبعا هي بتحكي كمان لازم يعني نحكيهن هدول إنه تستند إلى دعائم الحرية والعدل والسلام، تقيم المساواة التامة في الحقوق اجتماعيا وسياسيا بين جميع رعاياها من غير تمييز في الدين والعنصر والجنس، وتؤمن حرية الأديان والضمير والكلام والتعليم والثقافة، وتحافظ على الأماكن المقدسة لكل الأديان، وتراعي ميثاق الأمم المتحدة. وهي قامت تنفيذا للقرار الصادر رقم 29 بتاريخ 29 تشرين الثاني 1947. اليوم انا اذا بدي الزم دستوريا بوثيقه تاسيس اسرائيل ستجبر على الانسحاب من كامل الاراضي التي احتلتها او التي تجاوزت قرار التقسيم.
فهني ما بيحسنوا يعملوا الدستور ولا بيحسنوا يلتزموا بما كتبوه، وبالتالي المشكلة عندهم هني خلقوها وهني صنعوها، بنوا شيء على أساس هش، أساس حقوقي هش. هي مشكلة كبيرة بالمجتمع الإسرائيلي اللي هلأ عم يعاني منها، اللي هو صنعها بإيده. بس هو كده هو نعم. كده وصل للنقطة الفاصلة، يعني هو وصل للنقطة اللي بقى أصلاً القصة في خطر داهم على وجوده أصلاً كرجل في ظل حكم ديمقراطي، وإن الأمور وصلت لمرحلة فاصلة اللي هو عليه تماماً إن هو يختار يميناً أو يساراً. يا بقى يختار نتنياهو صديقي، أنا لا أنا بتكلمش عن نتنياهو، أنا بتكلم عن المكون إسرائيل كلها. إسرائيل كلها وقعت بأزمة هي صنعتها لنفسها، ولا يمكن أن تخرج منها إلا ما تكون واضحة مع نفسها، تكون واضحة مع نفسها فعلا وتقول أنا بدي أعيش بسلام مع الناس، بدي أعمل ديمقراطية، بدي أعترف بحقوق الإنسان، أعترف بالميثاق الأمم المتحدة، ولا لا أنا بدي أبقى مستثنى من كل ذلك وبالتالي سأدفع ثمن. عشان كده يا دكتور، الناس اللي تركز في الحراك وما يطرح وما يقال على المنصات، يعني كلام في غاية الإنصاف، ويعد أصلا في مراجعة حرة وصريحة جدا، في خطابات بتتقال يا جماعة إحنا أخطأنا في كذا وكذا وكذا وكان علينا نعمل كذا، الآخر من حقه إن هو يعيش سلام، من حقنا من واجب علينا إن إحنا نعترف كامل الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، يجب علينا أن نتقدم للآخر بمشروعات حقيقية للسلام. ده بيتقال على المنصات وبيتقال بكامل الوضوح. يعني ما أنا أقول لك يا دكتور إنه أصدقائنا في حزب دعم متواجدين وبقوة جدا وبيطرحوا الخطاب اللي هو بينتصر للفلسطينية أكتر من أي خطاب يطرحه أي من الحكام العرب اللي بيتاجر للنهار بالقضية الفلسطينية، هم أحرص بكثير جدا وأصدق وبضمير على الحقوق. عشان كده ما احنا بنقول لابد ان احنا نركز ونهتم وندعم هذا الحراك، لان تغيير هذا الحراك مش هيبقى تغيير جوه الواقع الإسرائيلي وحدود دولة إسرائيل فقط، ده هيبقى تغيير في المنطقة بأكملها. احنا انت عاوز تقولي ان النهاردة لو الحراك الإسرائيلي في الشارع ده اللي الشباب الجميل الواعي اللي هو بيقدم نضالات بتبهر العالم كله، وبإصرار الحراك النهاردة دخل على الشهر الثامن دون كلل أو ملل، خطابات الشباب الإسرائيلي 30 و32 و25 و27 خطابات عظيمة، تسمع الخطابات دي من الممكن أن تبكي من فرط التأثر، إن هو بيعبر عنك وبيعبر عن حقوقك وعن حقوق الآخرين. وبالتالي القصة فرصة مش لتغيير إسرائيل بس، لا لا لا، لتغيير الشرق الأوسط كله. تخيل إنه الناس دي تبقى موجودة في سدة الحكم، يعني تخيل النهاردة هذا الائتلاء، والكلام اللي بقوله ده كلام ممكن جدا والمنطقي إن هو هيحصل. فتخيل إن الناس دي اللي بتناضل في الشوارع الميادين أصبحت النهاردة هي اللي بتشكل الحكومة، هل دول ممكن يدعموا بشار الأسد ولا يرتضوا ببقاء بشار الأسد السفاح، يرتضوا ببقاء منظومة جمهورية العساكر في مصر السفاحين، يرتضوا بوجود واحد بيصادر على لبنان وبيحولها لدولة فاشلة زي الشيخ حسن أبو علي، على إسماعيل هنية في غزة وخالد مشعل والسنوار اللي ما خرج عليهم الناس هناك في التظاهرات بدنا نعيش ويقتلوهم في الشوارع والميادين الغزاوية، هو هالناس دي هترتضي بأن كل الحكام دول يكونوا متواجدين في الدول والأنظمة العربية؟ طبعا لا، طبعا مستحيل. بداية يا دكتور، بداية تفكيك منظومة شبكة الاستبداد العربية يبدأ من تل أبيب، يبدأ من انتصار الحراك في تل أبيب. يعني نسميه الربيع الإسرائيلي؟ طبعا طيب. الربيع الإسرائيلي بعد استيعاب إخفاقات عقد كامل الشعوب العربية، أكتر من عقد كامل، النهاردة كل
الفشل بطريقة أو بأخرى، كل ما تم صناعته، كل ما تم تصديره، كل ما تم انتهاجه والإفشال، هتلاحظ أن الإفشال الحراك السوري تم بطرق معينة، إفشال الحراك المصري تم بطرق معينة، إفشال الحراك الليبي تم بطرق معينة، الصنسي تم بطرق معينة، البحريني تم بطرق، كل الدول التي كان في قلبها حراك تم إفشالها، وجميع تعاون، يعني كله تعاون فيما بينهم. خليج طبعا عاوز ان أنظمة عسكرية وشمولية في الدول الغير خارجية، فمحتاجين ايه يا رجالة عشان توأدوا الديمقراطية دي في بعدها. العرب، الحكام العرب يا دكتور بيتعاملوا مع الديمقراطية زي كورونا. والله بالضبط، وانت طبيب تعلم. يعني يقولك ايه، يا خبر اسود، في ايه يا عم، في ديمقراطية هتبقى في السودان، فيروح عسكر مصر، كل يساعد عسكر مصر، روحوا وقادوا الديمقراطية في السودان دي التي عدوى تمتد وتنتشر. ديمقراطية في ليبيا، يلا يا نظام عسكري روح اروقد الديمقراطية في ليبيا. ديمقراطية في سوريا، شوف وروح، الفضائح ابتدت تتقال وتطلع وتظهر للناس مين اللي كان بيدفع ومين اللي كان بيعاوز ان هو يخلي ان الحراك قدام العالم كله في سوريا كما لو كان الموضوع اقرب لاقتتال منه الى ثوره ونضال مستحق وعظيم جدا جدا جدا. يعني في سوريا دفعت مليارات المليارات. اذا نحن نتضامن مع الشعب الاسرائيلي كشعوب يعني، ونساعده طبعا على تمسكه بنود الاساسيه بوثيقه الاستقلال اللي بتحكي على الحقوق وبتحكي على الشرع الدوليه وبتحكي على الديمقراطيه والسلام. فاذا احنا معنيين مو هيك، لانه قضيتهم هي قضيتنا اليوم. احنا مش معنيين وبس، ده احنا عندنا واجب والتزام ضميري واخلاقي وانساني اننا نقدم لهم حاصل جمع التراكم المر اللي احنا شفناه، عبر اكثر من عقد من الزمان، ندهولهم في كبسولة، نقول لهم خلي بالكم ما لعبش اتلعبت علينا في مصر كذا، واتلعبت على السوريين بكذا، واتلعبت على الليبيين بكذا، واتلعبت على التونسيين بكذا، خلي بالكم مما لعبش بتاعة الأنظمة الشمولية والفاشية. احنا مسؤوليتنا كلنا الضميرية المفروض بقى كساسة، كنشطاء، كحقوقيين، كجماعات مجتمع مدني، ان نقدمه للناس اللي هناك المصل. فضلوا بقى خدوا احنا المصل ده بشكل مسبق، والله حتى تتغلبوا عن ما ينتظركم، وان تغلبتم نعمل بقى سويا على تفكيك المنظومة دي. الحقيقة يعني سرينا كتير بالحديث عن هذا الموضوع، ونلخص كلمتين صغار يعني بنقول نحن لم نتطفل، نحن معنيين، نحن مثل ما قلت ضحايا تبادل الشرعية بين العنصرية والتعصب الديني والإرهاب والعنف والاستبداد، كله تبادل. كان تبادل يعني إسرائيل كانت يعني ديمقراطية في وحى من الديكتاتوريات اللي هي ساعدتها، فارتد عليها ما فعلته اليوم، وبلشت هي نفسها تتحول للديكتاتورية، مثل ما نحن نقلنا الربيع العربي لرصير ربيع إسرائيلي أيضا. إذن الشعوب معنية في مستقبلها، معنية ببناء مستقبل آخر للمنطقة، لكن لا يمكن أن يبنى سلام واستقرار إلا على قيم ومبادئ مشتركة طبقها الجميع. طبعا إذا لم تكن ديمقراطيا في إسرائيل فلن تكون ديمقراطية في سوريا، وإن لم يكن صحيح. سلام في إسرائيل لن يكون سلام في سوريا. نحن معنيين، هني عم يقولوا إلنا حق تاريخي في الأرض، نحن أولاد المنطقة، ونحن بنقول لهم له حق عليه واجب. فالعيش المشترك، بناء السلام والمستقبل في الشرق الأوسط يعتمد على الشعوب، ويعتمد هلأ اليوم بشكل كبير، يعني مفتاح اليوم هو ما يحدث في داخل إسرائيل من حراك يجب أن ينتهي إلى انتصار القيم التي تقوم عليها الدول الرشيدة، الدول المسالمة، مثل ما حكيت أنت أنه الديمقراطيات تجد حلول سياسية لمشاكلها مع الآخرين،
لكن الاستبداديات تخلق مشاكل مع الآخرين وحروب. نتمنى للشعب. نعم. هو دكتور المفروض يعني أنا بقول لهم رسالة أخرى إنه الانتخابات البلدية مفروض هناك يحين موعدها بعد شهرين ونصف من الآن أكثر قليلاً أقل قليلاً. المهم إنه في التوقيت ده في انتخابات بلدية، وأنا أتمنى إن الانتخابات البلدية هناك تكون بروفة رئيسية وأساسية نحو وجود قواعد شعبية للحراك الإسرائيلي في كل البلديات، ومن ثم هتبقى دي البداية الحقيقية والنواة الحقيقية والبذور الحقيقية التي تزرع لحصد الوصول إلى ما يتمنى. إسرائيل عندما تأسست على وثيقة الاستقلال وقعوا 37 شخص، نحط الكنية وثيقة الاستقلال تحكي شيء يعني ما هو دستور، لكن يعني بيان أو شيء أو إعلان، يعني كأنه هي دستور لكن مش كافي، يعني ما في شيء واضح في مبادئ. بيان دستوري تقريبا وقعه بن غوريون وآخرين، وهو دل بقي هو يعني الشيء مفهوم ضمنا بالمجتمع الإسرائيلي، يعني شو هي دولتنا نحن اللي عملناها، بيحكي انه نحن انطردنا ونحن كذا وقلنا تاريخ بالمنطقة وانطردنا واضطهدنا واندبحنا وإلى آخره، والأمم المتحدة وهاجرنا لهوني، والأمم المتحدة عطتنا قرار التقسيم، عطتنا جزء من الأرض، نحن بدنا نقيم دولتنا عليه، هاي الشرعية اللي أخدينا. وعلى كل الأحوال نحن كل شيء ساكن بالأرض هيدي له حقوق متساوية، ونحن دولة متسامحة مع الأديان وبتحترم المقدسات وبتحترم، وندعو العرب للمشاركة على قدم المساواة، ونكون يعني عنصر إقليمي بالشرق الأوسط مساعد على استقرار والسلام بالشرق الأوسط. هذا حكي مهم. هلأ هذا الحكي مين بده يضمنه؟ دستور ما في بإسرائيل. ليش دستور ما في؟ هذا السؤال. الدستور إذا بده يطلع لدولة بده يحدد حدودها، مو هيك؟ يعني أول شيء هوية الدولة، الدولة هي مين؟ حدود، هن ما نعترفين بالحدود، بس عندهم أطماع توسعية. لهالسبب بسبب حرب 48 وعدم قبول العرب لقرار التقسيم، هن صارت حدودهم مفتوحة، بيقول لك لسه بدي كمان. فبناء عليه سبب الحرب من تال وسبب الأطماع التوسعية من تال تاني، واستخدام هجرات جديدة ولأخي تكبير الدولة، فكان في أطماع وبنفس الوقت الطرف الثاني ما كان متعاون، فطنشوا على موضوع الدستور. طيب مين الضامن اليوم أنه ضمن إسرائيل أن تستمر على هذه الوثيقة ولا هذه المبادئ الديمقراطية والعلمانية والمساواة أمام القانون، نزاهة القضاء والآخرية؟ مين الضامن؟ فطالعوا شيء اسمه المحكمة العليا. المحكمة العليا وقانون هذا بسموه قانون المعقولية، انه اي قرار بالكنيسة تتخذه الاغلبية اكيد، بس الاغلبية ممكن تستبد، مو هيك؟ في شيء اسمه استبداد الاغلبية. حتى ما يصير استبداد الاغلبية وما تتخذ الاغلبية قوانين مناقضة للمبادئ الاساسية لدولة اسرائيل، في ضمانة شو اسمها؟ المحكمة العليا. هاي المحكمة العليا فيها قضاة، لكان فيهم يلعبوا على القضاة وتعيين القضاة لأنه مو واضح كيف آلية التعيين، يلعبوا عليها ليغيروها ويستبدوا عن طريقها، كان ممكن يعملوا هيك، وكان الطريق الأسهل أنه ياخدوا أغلبية ويقولوا يا أخي نحن الكنيسة نحن منتخبين، هوديك مو منتخبين، كيف هيئة مش منتخبة بدها تلغي قرار هيئة منتخبة، وبالتالي نحن بحق لنا نوقف هذه القصة اللي هي إلغاء قانون المعقولية، يعني إلغاء وثيقة استقلال إسرائيل. هون المشكلة، في أطماع شخصية لنتنياهو، لأنه بيقول لك أنا اشتغلت لإسرائيل وأنا عملت وأنا سويت وأنا إلى آخره، يجي آخر شيء ينتهي بالحبس، ليش واحد هداني سيجار وواحد هداني أني نبيت ومدري شو هالحكي هذا، وقبلي رئيس تاني حطوه ورئيس وزارة حطوه تاني بالحبس وحطوا رئيس دولة بالحبس، يعني معناتها شو؟ بتكون تنطروني على غلطة أنا عم بشتغل، بتكون تنطروني على غلطة تفوتوني على المحكمة، تفوتوني على إلى آخره، يعني في شيء بيشعر إنه هو يعني الرقابة والمحاسبة صارت إلى درجة تحطم الحياة السياسية بإسرائيل.
هيك برأيهم، ونسيوا شغلة فصل السلطات، ونسيوا الحاجة لدستور. اليوم إذا بيطالعوا دستور بإسرائيل يعترف بما اعترفت به الوثيقة، بينسحبوا من حدود لحدود 48 وما بعدها، لحدود قرار التقسيم يعني. وبدهم يسمحوا بحق العودة للفلسطيني، وبدهم يطلعوا من الجولان، وبدهم يبطلوا يعملوا عمليات عسكرية بالدول المجاورة، وبدهم وبالتالي هن مش بوارد يحطوا دستور ولا بوارد نظم حياتهم. إذن إسرائيل تدفع ثمن ما ارتكبته هي من أخطاء، وعليها وعلى مفترق طرق حقيقي يعني. يعني مبدأ فصل السلطات، مبدأ إنه في حدا بيراقب بيمنع دكتاتورية الأغلبية. شو دكتاتورية الأغلبية اليوم؟ أغلبية أقلية مثلا مقعد مقعدين ده تلغي حق مكون هو تلت إسرائيل اللي هن العرب، تعملها دولة دينية يهودية خاصة بالشعب اليهودي، يعني بصير العربي درجة تانية. هذا قانون الدولة اليهودية بسمه. كمان يمشي في اليمين، بدهم يعطلوا القضاء ويسمحوا للكنيسة انه يوقف الاجراءات القضائية اللي هي عم تتعلق بنتنياهو اليوم، وصفقة الغواصات وصفقة الفساد والتدخل بالاعلام. اذا هون عم تصفي السلطة التشريعية، هي نفس السلطة التنفيذية، هي نفسها السلطة القضائية. يعني فصل السلطات المبدأ الاساسي بالديمقراطية عم يشطبوه، وعم يصير في شيء اخطر اللي هو انه صار فيه الاستبداد يجدد لنفسه، انه انا اغلبية بحط قوانين صارمة لمصلحتي، برجع بنتخب مرة تانية نفس الطريق اللي مشي عليه النظام السوري النظام المصري، نفس الطريق مشي عليه انه انا عندي حرب وعندي تحرير وعندي مدري شو، الغولي هاي الحريات، الغولي كذا، اعملوا الطوارئ، اعملوا المدري شو. صار يطلع بالانتخابات 99% ما عاد يترك السلطة، بعدين ورتها. يعني أقمنا سلطة دينية سيوقراطية، وهذا خطير جدا بالزمن الحديث. أقمنا سلطة شمولية، وهذا كمان أخطرين. ورعينا الفساد. ثلاث شغلات لح تصير بإسرائيل، ستدفع إسرائيل ثمنهم، هي تفكك المجتمع اليهودي وهجرة عدد كبير من أبنائه إلى الخارج، إضافة إلى الصراعات اللي حتصير. هلأ هوني شو ليش نحن عم نتدخل ونحكي وكذا؟ لأنه بمقدار ما بتكون إسرائيل ديمقراطية، بمقدار ما بتلتزم بالقيم التي قامت عليها، بمقدار ما بصير السلام بالمنطقة أسهل وبترتاح الشعوب الثانية، وبمقدار ما بتمشي هي نحو الاستبداد أو الشمولية والعنصرية والتعصب الديني، بمقدار ما المنطقة بتصير تتجاوب مع هذا، وبصير في تبادل شرعية بين الاستبداد والتعصب الديني والعنصرية والفساد، بصير في تشارك مع الأنظمة الموجودة، وبالتالي المنطقة يعني تغوص مرة أخرى في مستنقع من تبادل الشرعية وتبادل الدعم. وهذا شيء خطير لسبب نحن معنيين تماما بشكل خاص الشعب الفلسطيني فيما يجري في داخل إسرائيل. الشعب الإسرائيلي اليوم اللي عم ينزل بتظاهر مش كله موحد على كل القضايا، موحدين على قضية انه يحافظوا على الديمقراطية وعلمانية الدولة وفصل السلطات. لكن هذا سينعكس كثيرا على حياة المواطن الفلسطيني وعلى الوضع بغزة والضفة وعلى وضع الدول الجوار. وبالتالي هذا الموضوع يعنينا تماما، بمس مصالحنا بشكل اساسي، ونحن يجب ان نساعد الشعب الاسرائيلي على ان ينجز هذا التحول إلى دولة دستورية، مؤسسات يكون فيها دستور واضح، ويرجعوا للوثيقة الأولى اللي اعترفت بالتعايش واعترفت بالتسامح الديني واعترفت بدولة ليست ذات هوية قومية يعني بمعنى وحيدة تعدد قوميات، واعترفت بعلاقة حسن الجوار مع الآخرين مع جيراننا. بعتقد هذا الطريق إلى السلام. لهالسبب نحن مصرين إنه نتدخل، مو مصرين، مجبرين على التدخل، أي مع كل الاحترام والمودة والتمنيات بأن يتعيش الأجيال القادمة حياة أخرى غير هذه. يعني نطلع بقى من الصراعات، لأنه الأجيال اللي ولدت بهالمنطقة وعاشت فيها والعلاقة التاريخية بين اليهود والعرب والمسلمين وإلى آخره يعني كبيرة، بحيث والمصالح المشتركة كبيرة بحيث يمكنها أن تحل المشاكل، لكن لا يمكن حل المشاكل خاصة مع الفلسطيني وغيره
أو بين اليهودي الشرقي واليهودي الغربي وبين الآخر، لا يمكن حلها من دون الاحتكام لمنظومة قيم. هذه القيم يجب أن تكون دستورية. فهذا اللي حبينا نحكيه وطولنا عليكم اليوم، وشكرا كثير للأخ محمد، وتحية لكل دعاة السلام والحرية والديمقراطية أينما كانوا. فنحن معا يدا واحدة من أجل السلام، من أجل مستقبل أفضل للمنطقة بطريقة عقلانية، بعيدا عن الإرهاب والتعصب والعنف والحروب والجرائم وتبادل الشرعية الجرمية كما بيقولوا. يتبع